مساكم الله بالخير وحياكم الله مشاهدي مستمعي برنامج بلنتي، حياكم الله جميعا في هذه الساعة الكروية اللي بإذن الله بنتنفس ونعيش فيها كرة القدم ونتحدث أكثر وأكثر عن جميع التفاصيل والأحداث اللي صارت في بطولة كأس الخليج. طبعا نذكر أن المنتخب الكويتي مع الأسف الشديد غادر البطولة بالأمس بعد تعادله مع المنتخب البحريني وتعادل المنتخب القطري مع المنتخب الإماراتي، وبهذه الحالة تأهل المنتخب القطري رفقة المنتخب البحريني. صراحة أحداث كروية صارت يعني كثيرة في الآونة الأخيرة، ونتمنى إن شاء الله أن هذه التجربة تكون تجربة مميزة من صالح المنتخب الكويتي، واللي بإذن الله يبني عليها تجربة وتكون يعني مرجع لهم. الخسارة بالنهاية تعلمك أكثر من الفوز. اليوم نرحب بضيفنا الجميل اللي أمس تواجد مع المنتخب، صراحة سهيل يعني يعتبر سجله خالي من الهزائم مع المنتخب الكويتي بحكم أنه انتصر في أول مباراة والمباراة الثانية خرج بتعادل، فأعتقد أن سجل سهيل يعني يعتبر سجل مميز مو سيء. نعم، أول شيء أنا جايب لكم من العراق كل الحب والمحبة. رحلة كانت شوي شاقة، بارح واصلين أصدق اليوم واصلين الفير، والله واضح من السواد اللي تحت عيونك. أي والله، بس الأزرق بيستحق. يعني أنا بشوف أنه المنتخب الكويتي مبارح خرج مرفوع الرأس، ولكن كان بالإمكان أفضل مما كان. اليوم لو العرض الذي قدمه منتخب الكويت في المباراة الثانية أمام الإمارات والمباراة الثالثة أمام البحرين لو كان موجود أمام قطر، كان بالإمكان الخروج أقل بنقطة التعادل. اليوم إذا بتسألني سهيل حوي كمشجع لمنتخب الكويت، هل أنت حزين أو أنت راضي؟ أنا بقول لك حزين أكثر من راضي، لأنه كان بإمكان منتخب الكويت أن يتأهل، ولكن الهدف الذي سجله المنتخب القطري بالدقيقة 88 عبر نجل أسطورة الكرة القطرية منصور مفتاح يعني كان غير الموازين كلها. لهذا السبب اليوم إذا أنا بدي إجي قيس المنتخب الكويتي، هل هو في مكان أفضل مما كان عليه فيما مضى؟ نعم، هو في مكان أفضل مما كان عليه، لأنه هدف منتخب قطر المتأخر أدى إلى كل ذلك، ولكن على مستوى الأداء وعلى مستوى تطور المنتخب الكويتي خلال هذه البطولة، أنا برأيي كان المنتخب الكويتي يستحق بأن يكون بين الأربعة الكبار، لأنه هو أحد أفضل الأربعة الكبار خصوصا بالأداء أمام الإمارات وأمام البحرين بالأمس. نعم، كلامك جدا إيجابي عن المنتخب الكويتي، وأنت تشوف يمكن المنتخب الكويتي كان يستحق أن يتواجد في دور نصف النهائي. أكيد إحنا بالنسبة لنا التمنيات أن المنتخب الكويتي يصل لأعلى حد. إحنا نذكر أن النتائج بالأمس كانت انتصار منتخب تعادل المنتخب الكويتي مع البحريني 1-1، وتعادل المنتخب القطري مع الإماراتي 1-1. مباراة الكويت لعبت في استاد البصرة الدولي جذع النخلة، واللي صراحة كان ممتلئ عن بكرة أبيه، وكان حضور جماهير كبير خصوصا يعني الجماهير الكويتية صراحة يعني كانت حاضرة سواء عن طريق الرحلات في زين أو حتى عن طريق السيارات. أما بالإضافة للمنتخب القطري والإمارات اللي لعبت في استاد الميناء الدولي. طبعا العراق حجزت موعد مع قطر بما أن العراق متصدرة وقطر وصيف مجموعة الثانية، والبحرين حجزت موعد مع عمان على أساس أنها تستكمل مباريات نصف النهائي يوم الاثنين بإذن الله. سهيل يعني باختصار قبل أن أروح لبريك الديني، يعني أنت توقعاتك مبدئيا؟ شوف، هلا هناك إشادة كثير كبيرة بالجمهور الكويتي الذي آزر الأزرق، يقال بأنه العدد تجاوز 13 ألف مشجع كويتي توجهوا إلى البصرة لمؤازرة الأزرق، ولكن لو منقول الأزرق بما قدمه يستحق هذه المؤازرة. مش يعني خلينا نقول الجمهور الكويتي تعنى وراح لهنيك ولم يلقى ما يستحق، لا بالعكس، المنتخب الكويتي قدم كل ما باستطاعته أن يقدمه. لعب أمام أفضل فريق بالبطولة اللي هو منتخب البحرين، لعب الند للند، بدا له الهجمات، حتى أنه هدف تقدم منتخب البحرين لم يأتي من جملة تكتيكية، هي عبارة عن يعني
معمعة صارت أمام المرمى وسجل الهدف. امبارح هناك إشادة كتير كبيرة وسمعتها أنا بالأذن بصراحة بالحارس سليمان عبد الغفور من كل من كان حاضرا في يعني الجيم. وهناك أيضا رسالة شكر وجهها شخصيا باسمي وباسم مارينا اف ام ومارينا تي في إلى شركة زين التي قامت بكل ما هو مستطاع تلبية رغبات الجماهير الكويتية بالذهاب إلى البصرة وتأمين كل ما لذ وطاب لكي يكون هذا الجمهور في راحة تامة. لذا اجت الرحلة يمكن شوي طويلة ولكن زين سهرت على راحة الجميع. نعم جميل سهيل، احنا بنكمل معاك الحديث الشيق أكثر وأكثر لكن بعد البريك الديني. ينضم معانا محللنا الغالي محسن غانم. محسن غانم حياك الله ومنور، ودنا نسمع انطباعك عن اللي صار بالأمس. مساء الخير ومساء الورد على الجميع الحضور مشاهدين مستمعين، ونرحب بأخونا سهيل وحمد الله على السلامة. أهم شيء جبنا لك أهم شيء الجيمر موجود صراحة الجيمر. نشكر أخونا سهيل ونشكر نشكر أخونا عبد الله جلال اللي صراحة تواصل معنا عبر حسابنا في بلنتي المارينا ووصل حق سهيل الجيمر. والله احنا خجلانين ما ندري ايش نقول له، بس ان شاء الله ان شاء الله ان نزوره في اقرب وقت باذن الله باذن الله. واكرر شكري لاخوي عبد الله جلال. قلنا بس شوي صوت ترى الانفلونزا شوي قويه. ما عليه يا ابو عبد الله، اهم شيء التباعد الاجتماعي. انا اشكر اخوي عبد الله جلال سهل يعني مؤخرا اشكر اخوي عبد الله ونقول عسى ربي يعطيك الصحه والعافيه واكرمك الله، وما هي غريبه على اهل العراق هذا الكرم. وسهيل الحويك نرجع لك مرة ثانية، يعني بس حدثنا باختصار عن الرحلة، لأن أنا أشوف السواد اللي تحت عيونك مبين أن كل هذا العيون المنتخب الكويتي، فقواك الله سهيل. يعني شوف الانطلاقة كانت أكير من الكويت، وبتعرف لأنه كان في عدد هائل من الجماهير الكويتية اللي توجهت إلى البصرة. لك عم بحكي تحت الهواء وأنا أبو عبد الله عم بيقول لي وفق بعض الأرقام خلينا نقول غير الرسمية هناك 17,000 مشجع. 17,000 مشجع كويتي توجهوا إلى البصرة. فأنت لما تشوف هيدا الجمهور المتعطش وفي النهاية يخرج منتخب الكويت بفارق يعني الأهداف، يعني امبارح منتخب قطر سجل هدف. نفس اتحاد رئيس اتحادنا الله يهديك، لوائح القوانين تقول فارق المواجهات خرجنا وليس الأهداف. ماشي الحال اوكي، فيمكن هيك بتحس يعني هاي لوائح بطولة اي صح ما طلعنا احنا فرق أهداف صح، بس انه البروبلم كان انه قطر كانت خسرانة مع الإمارات. يعني قطر لو خسرت امبارح كان ضل مع قطر ثلاثة، ونحن ربحانين مباراة وتعدلنا كسر معنا أربعة صح، فكنا إيه لو خسران قطر. أنا فقط لأنه على مستوى الجمهور كان حاضر، الجمهور آزر المنتخب الكويتي بالمدرجات، وهناك ملاحظة إيجابية جدا، الجماهير العراقية جزء كبير منها كان متعاطف مع المشجعين الكويتيين، وأجيت وقعدت معنا وسط الجمهور وشجعت وآزرت، وحتى من بعد الجيم كانوا عم يتمنوا استمرار المنتخب الكويتي في البطولة. أنا يمكن حكيت نوعا ما عن شكل الرحلة عن الجمهور، بدي أترك كل شيء فني للكابتن الكبير محسن لأن هو خير من يتكلم سهيل. أنا مرات يعني اقترحت على أبو عبد الله في بطولة كأس الخليج، آسف سهيل راح أقولها يعني أقول أبو عبد الله كم حلقة أسأل سهيل وسهيل يحلل بعدين يقول بطرح سؤال، يمكن هذه رابع مرة مرتين صحافي لحظة مرتين كان مسافر استرجع أيام الصحافة مرتين كان بالبصرة نعم زين محاورنا يا سهيل احنا محاورنا خلص الأمر قول لا تغش وياك سهيل تغش وياك شوفوا كلام سهيل صحيح. شوف أنا في أحد اللقاءات شفتها في على الشاشة امرأة كبيرة بالسن عراقية عجبتني بكلامها، يعني شوف تقريبا فيها 70-80 سنة. شنو قالت في اللقاء؟ قالت أتمنى الكويت والعراق في النهائي لنستعيد أمجاد الماضي. حلو، يعني شوف هذه بالسن بهالعمر، فصراحة وايد أثرت فيني الكلمة هذه، وفعلا تذكرنا أيام لما دخل العراق في الدورة الرابعة، لأن أول مشاركة لها كان في الدورة الرابعة في قطر، وكانت منافسة شديدة وصلت للقاء فاصل بينهم. طبعا توج المنتخب الكويتي المرة الرابعة
لكن الكلام هذه العيوزه هذه صراحه للحين في بالي امانه. نعم صحيح. بالنسبه يعني انا اشوف اذا بسالك عن مباراه المنتخب انا اول شيء بنتكلم بشكل عام بعدين ندخل بالتفصيل. انا اليوم بكلمك بشكل عام يمكن عن مشاركه المنتخب بشكل عام. راضي؟ نسبه رضاك من 10 شلون تشوف المستوى؟ والله شوف انا اتكلم داخل الملعب وأعيد وأكرر بعيدا عن الاتحاد، أنا على الاتحاد ماني راضي أمانة، على تصريحات رئيس الاتحاد ماني راضي. أنا ما أبي أظلم اللاعبين، ما يصير مو موضوع خصومة بيني وبينك، لا لا، أنا أتكلم أنتقد رئيس الاتحاد أنتقده في نقاط معينة. يعني لما قبل لا يدش البطولة قال عندنا إرث وإحنا قادمين للمنافسة، هذه واحدة. هذا طبعا راح يسوي ضغط على اللاعبين، وانت عارف اعدادك مدربك جديد وما لعب غير 3 مباريات وديه. هذه امور انا ما حبيت اتكلم فيها والمنتخب لا امل، بس يمكن يقول لك بيعطي جرعه ثقه للمنتخب. مو جرعه ثقه هذه، يعني انت لما تيجي مثل مباراه بالامارات انت خسران اللعبه فايز عمرات تبكي قدام الناس وكذا، ولكن عاطفه ومحبه المنتخب مو بالطريقه هذه. الارث اللي عنده ارث هذا اللي اول مره، يعني أنا لو تقول منتخب مثل البحرين هاي ثاني مرة منتخب، يعني أنت فايز 10 بطولات وتقول عندك إرث، ما نوصل لهالمرة. أنا وجهة نظري قد أكون مخطئ قد، بس هذا رأيي. الشغلة الثالثة بعد البطولة تقول إحنا خرجنا بشرف وإحنا قاعد نجهز فريق، طيب ليش ما الكلام هذا كان قبل البطولة؟ هو أنت في طور الإعداد لما تكلمت على الخطة الاستراتيجية أنك تعد فريق. ثاني شغلة، أنت كرئيس اتحاد لما تطلع وتقول خرجنا بفارق هدف، ما تعرف اللوائح، أنت خرجت بفارق بسبب المواجهة اللي خسرتها أمام قطر، وبعدين حتى لما تيجي حق الأهداف الهدف عليك فرق هدفين وليس هدف. يعني أنا مو عندي مشكلة بالهدف ولا بس وضح اللائحة بالضبط. اللائحة تقول إذا تعادل فريقين أو أكثر يرجعون للمواجهات المباشرة، وإذا تعادلوا في المواجهات المباشرة يرجعون للأهداف كم فارق لك الهدف. نعم. وإذا تعادلوا بالفارق يرجعون منو سجل أكثر، وإذا تعادلوا في منو سجل أكثر يرجعون للكروت الصفراء والحمراء. هذه لائحة معروفة، فأنت تعطي انطباع يعني انك ما انت عارف شنو الوضع وشنو يعني صارت شغلات هذه. انا يمكن قصده لما فارق هدف، يعني قصده اذا الكويت سجلت هدف تاهل. لا مو اذا سجلت هدف، الحين المباراه انتهت، البطوله انت طلعت خلصت المباراه، حتى المباراه الثانيه خلصت. صح. انت طلعت فارق المواجهات. نعم. ثانيا انا بتكلم عن الناحيه الفنيه والعناصر داخل الملعب، هذا خلصنا منه. واحنا للاسف يعني انا قلت لك اتمنى الاستمراريه، ما ابي كل موسم كل موسمين يتغير عندي اتحاد، والاتحاد اللي يجيب مدرب جديد والمدرب الجديد يختار لاعبين غير، وكل وقت ما في استقرار عندك. لذلك انا لما سالتني امس قلت لك المنتخب ما راح يتاهل، كامنيه اتمنى يتاهل كره قدم ممكن، يعني بالامس كان ممكن يتاهل، بس كنت انتظر انه قطر يعني للأسف مو صالحنا إن سجلت هدف في آخر دقيقتين، فأنت طلعت هنا، فأنت قاعد تنتظر نتائج أخرى. حان أتكلم أهم شيء عندي المستوى، كمستوى في تطور من مباراة إلى مباراة، أتكلم عن لاعبين ومدرب، ما أتكلم عن الأمور اللي قلتها توني إن اتحاد وتغييرات. المنتخب كان جيد بالأمس ولعب وفق إمكانياته. أنا عندي ملاحظات داخل الملعب ان انت تحتاج، وين نظرك على المباراة الثانية، وهذا اللي شتت الفريق بصراحة. حتى المدرب لما عرف ان المنتخب القطري سجل هدف في الدقائق الأخيرة اجرى تغييرات هجومية يبي يهجم. فانا ما ألوم المدرب ولا ألوم اللاعبين، لكن انا اتمنى ان يكون استقرار لهذا المدرب يستمر وانه يدعم صفوف. يعني تقييمك للمدرب عالي؟ انا بالنسبة لي طبعا، انا شوف ابعد المنتخب والاتحاد ومشاكلك، تعال حق المدرب. المدرب ما له شغل، انت 3-4 بطولات قاعد تطلع من الادوار الاولى، هذا مو شيء جديد، هذا رابع مرة انت تطلع من الادوار الاولى عشان نكون حقانيين. واخر بطولة لك 2010، صار لك 12 سنة قاعد تعاني في دورة الخليج، ما بالك
آسيا وكأس العالم أكيد راح تطلع، وتصنيفك خير دليل. يعني 148 تصنيفك، هو بالخليج السابع وبآسيا أنت تقريبا الأخير. فأنا أتكلم عن المدرب عشان لا يظلم ويدش بالمنظومة، هو توي جاي شهرين ثلاث. المدرب المفروض يستمر، المدرب لما تيله مثلا في البطولة لعب ثلاث مباريات، فاز في مباراة، تعادل مباراة، خسر مباراة، وخرج بفارق المواجهات. أتكلم عن المدرب. اللاعبين أغلب يعني نص الفريق تقريبا اللي لعب أول مرة يلعب بدورة الخليج، مشارك لهم. نعم. وهذا إنجاز جيد. وأنا عجبني في لاعبين، أنا أوجه رسالة للمسؤولين، عندنا حسن حمدان من أفضل اللاعبين، أثبت مستواه في، أنا متابعه في الثلاث مباريات، أفضل لاعب في خط الدفاع، مستوى ثابت. والتمريرة اللي عملها أمس اللي حمد القلاف كسر خطين من المنتخب البحريني، الوسط والدفاع، هذه مو أي لاعب يلعبها، لاعب صغير بالسن. فهذا أنا أهتم فيه وأخليه مع المنتخب في المرحلة، شنو الإجراءات اللي المتاحة، لازم إذا نعم بيحافظون على يعني لازم يسوي طبعًا الإجراءات اللي تناسب الاتحاد الآسيوي بحيث أن يشارك بالبطولات الآسيوية. طبعا أنا سمعت أكثر من محلل شنو يقول، يقول منتخب مشكلة، والمشكلة للأسف أنهم فنيين ومدربين، يقول التكتيك هذا الهدف هذا ما تكرر وايد، أكيد ما يتكرر وايد، المدرب توه جاي صار له شهرين. فأنا استغرب منهم أن يطالبون المدرب بأكثر من هالشيء. مدرب يدوب لعب ثلاث مباريات ودية مع لبنان والجزائر والعراق في العراق، هو يدوب دخل في ثلاث مباريات. أنا اللي مرتاح له أمانة وأتمنى استمراره، وأتمنى يعطونا الأريحية الكاملة هو المدرب بنتو باستمراره واختياراته القادمة. حتى هو في نظام الدوري ترى المدرب له دور كبير إنه يشركونه في تغيير نظام الدوري، في متابعة يعني المراحل لازم السنية، لازم له يد يعني. هو مو بس الأولمبي، وهذا أنا أتمنى، واضح إنه عنده فكر، واضح إنه مدرب لا بصمة. أنا قيسه في الثلاث مباريات البدور، أنا ما لي شغل بمشاكلك، ما لي شغل شنو رئيس الاتحاد قال، ما لي شغل والله ما اخترت هذا واخترت هذا، أنا أقيم المدرب في البطولة. فأتمنى استمرار المدرب، وأتمنى إشراك المدرب في وضع خطة من المنتخب ل26. أنت نهاية السنة هذه عندك تصفيات راح تبلش آسيا وكأس العالم، أنت عندك فرصة كبيرة، 48 منتخب راح يشارك في كأس العالم القادم، 8 فرق من آسيا ونص وملحق، صحيح. عندك فرصة كبيرة. أنا أتمنى والله العظيم، أتكلم لا مع شخص هذا ولا مع الشخص هذا، أنا طالع منتخب الكويت، عطوا المدرب كامل الصلاحيات حتى إشراكه، وهذه نقطة مهمة في مراحل قطاع الناشئين، مراحل السنية. نعم، هو المدرب الأولمبي ترى، أنا ما أبي بس أولمبي. نعم. أبي تابع تحت. نعم. المدرب هذا عقلية ممتازة، وأنا أعيد وأكرر للأسف إن في مدربين وفي منقاد ينتقد مدرب صار له شهرين جاي ويطالبه بتكتيكات أكثر وجمل أكثر داخل، هذا صعب يا صحيح. أنت مدرب، أنت محلل، معقولة على، وكنتوا لاعبين، معقولة ما تفهمون هالشيء؟ لا صحيح، تبي بشهرين يسيطر لك على المباراة، تبي بشهرين يعمل لك بهالجمل هذه متكررة أكثر مرة؟ لا صحيح أبو عبد الله، بس هو عطى بوادر إنه مدرب جيد، وهذه رسالة مني أتمنى استمراره إن شاء الله، وإعطاء الفرصة الكاملة إذا يبون النجاح أمانة. نعم أكيد نتمنى أن المدرب نشوف لمساته أكثر وأكثر، وإن شاء الله أنه يثبت نفسه وتكون نتائج إيجابية. عموما عندنا بريك، ناخذ البريك ونرجع نستكمل حديثنا. أبو عبد الله إيش بتقول لهم؟ والله يا بارك حق جماهير يونايتد بصراحة العودة القوية هذه، وأمس أنا كنت في تحدي مع أحد الإخوان طلال الشبيب، قلت إذا تثبتون أن، قاعد يقول لي طلع رونالدو والفريق صار زين، قلت له زين باكر أبيكم توروني، يعني أثبت لك إيه، تحديتهم. نعم، فأنا سعيد جدا فوز اليونايتد، أبي الدوري يحلى أكثر، وأتمنى أن بصراحة أن الأرسنال يفوز بالبطولة بعد غياب طويل، لكن أتوقع اليونايتد دخل بقوة الآن وراح يشكل خطر. أوه. أيضا على الأرسنال، وهذه تحية خاصة ومبروك أخوي طلال الشبيب. نبارك لجميع الماشستراوي، وبالفعل يونايتد قلص الفارق إلى فارق نقطة مع مانشستر سيتي، ويعني تقريبا أعتقد 6 نقاط ما بينه وما بين نادي الأرسنال. سيل حويك تقريرك الحين بنشوفه، خلونا نشوف تقرير سيل حويك ونرجع لكم.
اليوم زين كمان قامت بالرحلة الثالثة إلى البصرة. بدأنا بالمباراة الأولى أمام قطر، كانت مارينا موجودة، وأيضا المباراة الثانية أمام الإمارات وأيضا زين كانت موجودة، واليوم أيضا زين موجودة لكي تنقلنا مع الجماهير الكويتية لملعب البصرة الدولي. نحن اليوم معكم مع مارينا اف ام ومارينا تي في. نشكر زين على هذه الرحلة الرائعة بصراحة، خدمة 5 نجوم من زين. حق زين، حق أخونا حمد اللي أعطانا الفرصة أنا وفيصل نكون مع اليمعة الحلوة هذه الطيبة، وإن شاء الله جايات أكثر مع فوز المنتخب إن شاء الله اليوم. وشكرا لكم كلكم 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 على الابتسامة الجميلة الموجودة هذه، وسامحونا على القصور. أول شيء أمسي عليكم بخير جميعا، اليوم احنا موجودين طبعا في الرحلة الجميلة، في رحلة جميلة وزين، عالم جميل، والأمور كلها زين على زين اليوم، هالطريق الزين. اليوم احنا مثل ما نقول رب صدفة خير من ألف ميعاد، اجتمعنا على مكان جميل، خبرات متنوعة، إعلاميين متنوعين، شركات مختلفة، طبعا نشكر الغاليين من هناك، بس أنا أشكركم وما في حقكم الأمانة. يا سادة يا كرام الله مع الحبيب، بدايات الكلام أمر الهوى عجيب، والله دنيا تذكرته، والله دنيا واعتذرته، بجيت ودم بيني يعطيهم العافية منتخب الكويت، صراحة ما قصروا، أدوا أداء جيد ودماء شابة، وإن شاء الله لها مستقبل واعد، كفوا وفوا. وبهالمناسبة حابين نشكر شركة زين على دعمها للمنتخب الكويتي، يعني تكفلت بأكثر من 10 باصات، أكثر من 500 جماهير أزر المنتخب الكويتي في الملعب في البصرة، فحابين نشكرهم وإن شاء الله جايات أفضل. طبعا في البداية نشكر كل الجمهور الكويتي والاتحاد الكويتي اللي ساهم بنقل الجمهور إلى البصرة، كنا كلش سعيدين بوجود الجمهور، وشفنا هذا الوجوه وهذا التفاعل والحماس، وحب شفنا حب الناس للبصرة، وكل هذا يعني الحقيقة خلانا نكون سعيدين أنه نحن استضافينا هذه البطولة. نتمنى أنه تكون البطولة هي بطولة ناجحة تنظيميا، ونتمنى تكون بوابة عودة السياحة من الكويت إلى العراق، السياحة الدينية، السياحة الحضارية الأثرية وإلى آخره. نحن طبعا اليوم كنت أشجع الكويت، يعني الكويت كان تارس البصرة بسياراته بجمهوره، وكان مسوي تفاعل وجو كلش حلو، فاليوم أنا كنت أشجع الكويت بهذا العلم، فقررت أنه من نطلع يعني أخلي الجمهور الكويتي يمضي لي عليه ووقع لي عليه حتى تبقى ذكرى حلوة من الجمهور الكويتي للعراق وللبصرة، وشكرا جزيلا. فالنتي
عودة مرة أخرى بعد رؤية هذا التقرير الجميل والاستماع للصوت الشجي، صوت سهيل الحويك. نعجبك نعجبك اللي أبدع صراحة. ميامي خلي. أنا بنعرف شنو قال بالش اسمه ماسك هذا الميكروفون شنو الأغنية موجود بال خلصها بترجع شنو كلماتها يعني هيدي أغنية منو الملحن منو تبع ما بعرفه أنا كويتية لبنانية أهو بس حافظ بس يعني ميامي ميامي سؤال أنا بجعلك يمكن على موضوع المنتخب يعني السؤال اللي بسألك عنه هو يعني تقييمك لهذه البطولة من 10 شلون شفت المشاركة هل في إيجابيات هل في سلبيات شو اللي شفته هلأ نحن بنعرف أنه دائما الكويت كانت ولادة على مستوى حراسة المرمى اليوم إذا عم نحكي نحن عن مستقبل المنتخب هناك نوع من الارتياح على هذا الصعيد على مستوى خط الدفاع يجب العمل أكثر على البحث عن لاعبين شباب لكي نضمن المستقبل اليوم في عندك خالد إبراهيم عندك فهد الهاجري صاروا بثلاثينات من العمر وعلينا الاعتماد عليهم كفترة انتقالية على مستوى الارتكاز وخلنا نقول خط الوسط هناك بعض الأسماء الجيدة أنا يمكن تفاجأت ليش ما جرى إقحام أحمد الظفيري كأساسي مبارح أنا كنت حابب أنه يشارك أساسي خصوصا أنه مش لأن هو سجل الهدف أمام الإمارات ولكن حضوره كان يمكن بيعطي خبرة أكبر على مستوى على مستوى خطوط الأزرق وفيما خص المقدمة تشعر بأنه اللاعبين جيدين ولكن يجب أن ننتظر عليهم أكثر امبارح كثير بسط أنه شبيب الخالدي أنا من يعني من اللاعبين اللي بحبون كثير إلى جانب لحبيتر هدول اثنين كثير بحبون ولكن بتمنى أنه يحظوا بفرص أكبر لكي يثبتوا بس المشكلة لحبيتر مو ماخذينها بطولة كأس الخليج بعرف يعني هي أنا بحكي كرأيي هو يتمنى اختياره نعم يتمنى اختياره وفي شيء كتير مهم بتشعر بأنه منتخب الكويت منه أموجين تقلقش يعني أموجين هيدي بالفرنسي يعني ما بتحس أنه كتلة واحدة بتحس في أماكن في خبرة في أماكن في قلة خبرة في أماكن فيها شوي خبرة في أماكن فيها قليل يعني ما بتحس أنه لاعب عم بيشيل لاعب يمكن أو أنا بتمنى نوصل لتوليفة تحس أنه هيدا المنتخب منتخب موحد على المستوى الفني هو أكيد موحد على حب الكويت وتقديم صحيح. كل الغالية للجمهور يحتاجون وقت أكثر مباريات أكثر لذلك ذاك اليوم قلنا أن منتخب على الأقل يلعب مو أقل من 30 مباراة مع بعض فهذه الأمور شوف ليش إحنا أنا ليش استبعدت المنتخب أنه يتأهل كان فيه يعني أنا لو ما كان معانا الحظ مثلا لو قطر يعني خسران يعني مثلا الامارات اذا مسجل اذا مستمرين ممكن إيه كان ممكن تتاهل انت بس انا كنظره لان شوف المنتخب البحريني امس متمرس راهي ترى المنتخب البحريني امانه الشوط الاول كان مفروض يطلع 3-4 لولا عبد الغفور تالق لولا تصدي عبد تالق بمباراه الامس بعدين المنتخب البحريني الشوط الثاني 1-1 عارف النتيجه هناك تعادل ما يبي يتعب نفسه وما يبي مجهود أكثر وهذا تصريح مدربه واضح نعم بعد كان في طرد على المنتخب الكويتي وكان في طرد لاحظنا أنه مهدوا شوي جدا منتخب البحريني يعني طرد القلاف دقيقة 68 يعني منتصف الشوط الثاني كان بإمكانه طبعا كالعادة يغير 5 لاعبين ونفس المنظومة واللاعبين على مستوى عالي فممكن كان يخلص عليك منتخب البحريني أمانة لكن المنتخب البحريني قال لك خلاص أنا أريح وهدي هو النتيجة النقطة كافية علي أني أنا أكون متصدر نعم هذه أهم نقطة يعني تحسب أن هذه أهم نقطة أن هذول مستمرين مع بعض كجهاز فني إداري النقطة اللي تكلم عليها سهيل أنه يحتاجون وقت للانسجام والمدرب بنته يحتاج وقت لتصحيح الأخطاء يعني في مباراة الأولى أخطأ وصحح مباراة ثانية فاز مباراة مع البحرين لعب بالإمكانيات الموجودة هذا قد لأن المنتخب البحريني أفضل منك على جميع المستويات نعم أبو عبد الله باختصار يعني قبل البريك إحنا يمكن تكلمنا عن موضوع الحضور الجماهيري وحضور جماهير الأزرق حضور الجماهير العراقية يمكن صارت لما لعب العراق بنفس الوقت وكان في مباراة أخرى في استاد الميناء ملو الملعب هذه صارت في الجولة الثالثة في مجموعتهم كلمنا عن الحضور الجماهيري الحضور الجماهيري فاق كل الحضور في جميع من تأسست كأس الخليج في 1970
لغاية الآن في البصرة. تفوقت البصرة في حضور أكثر من 450 ألف مشجع في الحضور الدورة هذه. فلذلك الأغلب لما اسمعهم يقول لك نجحت البطولة، إيه نعم نجحت، ودا غالبا ما الجمهور هو اللي نجح صح الدورة أو أي بطولة جماهير. مثل ما شفنا احنا في قطر في ناس شككت ان جماهير ما تحضر، ماكو مباراة الملعب مفول بقطر، وهذا حدث في البصرة شفناه. يعني مباريات في السابق كنا لما يخلص البلد منظم مباراته أو تكون مباراة يعني هو مو متواجد فيها، نعم ما يكون طرف فيها، يكون طرف مو موجود، تلقى جمهور ضعيف جدا، أو يدوب تقريبا 1000-2000 جاي من المنتخبات الأخرى. لكن إحنا قاعد نشوف مباريات 60,000 هنا 65,000 والملعب الثاني 30,000 مفول كل المباريات صح. هذا أعطى نجاح وجمالية للدورة. جميل جميل أبو عبد الله. عموما إحنا عندنا بريك، خلونا نأخذ بريك ونرجع لكم مرة ثانية. في أشياء ما تشوفها تعرف إنك بتديرة. هذا الكويتي يحب المغامرة ويشوف المجازفة فرصة، طموح شغفه ما له حدود ورافع راسنا، إذا حط بباله هدف لازم يوصل له. على قلب واحد حب الأزرق بدمه، تدري إنه ثقة وأمان، ينصحك من القلب ويخاف عليك مهما كنت بعيد، يعرف شلون يوصل لك. باختصار كل أزرق كويتي. للإعلان يرجى التواصل على الأرقام التالية أو على الإيميل. تطبيق مارينا اف ام يخلينا اقرب، اسمعنا من اي مكان بالعالم وخل صوت النجوم اللي تحبهم دايما وياك. مكانك مبين فوق هذا الحب احبه، وطلتك من تعلمت اشتري الراحه. تابعنا لايف صوت وصوره، ما رح يطوفك اي برنامج او مسلسل. مارينا تي في الحين على تليفونك بكل وقت. حمل تطبيق مارينا اف ام اليوم وخلنا ربع أكثر، لأن إحنا مو بس إذاعة. لأن مع الدوائية صحتكم أولوية. برنامج بلنتي برعاية صيدليات الدوائية. بلنتي. عودة مرة أخرى برنامج بلنتي، وهالمرة عندنا تقرير يخص الجوائز، خلونا نشوف التقرير ونرجع لكم مرة ثانية. موكب شركة زين يلي نقلت الجماهير الكويتية والطاقم الإعلامي الكويتي إلى البصرة، وصلت حاليا إلى الملعب الأولمبي في البصرة استعدادا للمباراة الكويت والبحرين. شركة زين حبت تتقدم عدد من الهدايا giveaways للجمهور الكويتي، فهلأ سوية نحن رح نطرح أسئلة على الجمهور الكويتي ونقدم له الهدايا باسم شركة زين. في سؤال فضل. كم مرة فاز منتخب الكويت بكأس الخليج؟ 10 مرات. مبروك هيدي هدية من شركة زين، حافظك إن شاء الله على 11 جاية إن شاء الله. إن شاء الله. المباراة الأولى بكأس الخليج لعبت الكويت مع قطر، أدي كانت النتيجة 2-0 ولا 2-1؟ 2-1 2-0. أكيد مبروك، هيدي جفت من شركة زين عبر ذا مارينا اف ام ومارينا تي في. اهلا وسهلا فيكم. من هو الهداف التاريخي لكأس الخليج؟ رح اعطيك لحظه تحت العقوب.
برافو مبروك يعني ولا حتى احتاج نحن الخيارات. يلا تفضل. احنا كويتيين. بأي سنة انطلقت بطولة كأس الخليج؟ 1970 أو 1972؟ 1970 في البحرين. مبروك تفضل. هذه هدية من شركة زين. يعطيكم الف عافية. أهلا وسهلا حبيبي. كم مرة فاز المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج؟ ثلاثة أو أربع مرات؟ أربعة. لا ثلاثة للأسف. كم مرة فاز المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج؟ ثلاثة أو أربع مرات؟ ثلاثة. مبروك عليك هدية من شركة زين. تفضل. العفو. يا أهلا وسهلا. ألماني متعصب. آه يلا أوكي. أهلا وسهلا. مرحبا. هلا حبيبي. الكويت الكويت الكويت. إن شاء الله. إن شاء الله. بدنا نعرف كأس الخليج الجاية رح تقام بأي بلد؟ بالكويت إن شاء الله. مبروك ربحت معنا جائزة من شركة زين. الله حبيبي. مبروك. الكويت آخر مرة فازت بكأس الخليج بأي سنة؟ وهقتني أي سنة ما أذكر. طيب إذا قلت لك 2010 أو 2011 ما في خيارات؟ هذول هن. وخيار واحد عطني. يا 2010 يا 2010 يا 2011. 2010. مبروك ربحت معنا جائزة من شركة زين. تفضل. How many times did Kuwait won the cup, the Gulf Cup? 10. Sure? Yeah. Okay, congratulations. That's a gift from Zain. Okay. يلا باي باي. عودة مرة أخرى بعد رؤية هذا التقرير المميز من السيل الحويك واللي صراحة بدع ويعني أعطى الجماهير الهدايا وإذا داري كان يمكن أخذت هذا الموضوع. عموما احنا عندنا اتصال. حياك الله. ألو ألو. حياك الله. ساكم الله بالخير جميعا. ساك الله بالنور. ترى ما قلت منو. يا يعرفوني من صوتي. أبو عبد الله مساك الله بالخير. ساك الله بالنور. يا هلا سهيل مساك الله بالخير. حبيبي حبيب قلبي اهلا وسهلا. ليه الحين ما يعرفون؟ لا والله انا اخوكم مهند مايك هلا بلتا. هلا ابو يوسف. شفت شلون يا ابو يوسف؟ شفت شلون انا اعرفك؟ الانفلونزا ضاربه فوق. والله واضح ان الجماعة شوف واحد عندك جذوره من الاعلام المقروء واحد من بداياته بالتلفزيون ففاقدين الحس الاذاعي الحين قاعد يبنى من جديد. يبنى مع المطر يبنى. اول شيء الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك يا رب. وانا صراحه بس داق أشكركم على أولا يعني هذه الأعمال ما لا يمكن أنها تقوم وتستمر لولا هذه التضحيات وهذه الجهود في يعني عز الويكند واللي المفروض أن أنتم تكونون مع عوائلكم وأحبابكم اليوم أنتم موجودين لتغطية حدث مهم مهم يعني الشارع الرياضي وجماهير كرة القدم. وأخص صراحة بالذكر أخوي سهيل يعني مهنيته معكوسة في الجانب المهم اللي يقوم فيه مع إذاعة وتلفزيون المارينا. وأيضا يعني ما أنتقص أيضا أبو عبد الله اليوم إحنا لما كنا في قطر كان عندنا أخوان هني في الكويت كانوا يكملون الجزء اللي نحتاجه. وأيضا على مستوى البرنامج اليوم قاعد تنعكس ينعكس هذا التعاون بوجود ناس هني وناس هناك فعساكم على القوة. بل أنت دائما كبير بمن فيه والله يعطيكم العافية وبركة هذه الجهود. وأنا أيضا من شركة زين الأخوان أيضا يشيدون بحضور إذاعة تلفزيون المارينا وأشكر يعني أخوي سهيل وأيضا مصورنا أحمد فتحي. صراحة الناس يعني يمكن التقرير اللي قاعد يطلع دقيقتين لكن المعاناة يوم كامل ما بين تنقل وروحة وردة وانتو عارفين يعني العمل الإعلامي ومتطلباته انك انت في يوم واحد تتم وتنجز هذا النوع من الأعمال اللي يصل لأذان الناس تقرير واللي يشوفونه في التلفزيون دقيقتين ثلاثة لكن هذا عمل لساعات كبيرة. أنا جدا أقدر هذا المجهود فعساكم على القوة. الله يقويك. الله يسلمك. شكرا لك يا أبو يوسف حبيبي. يعطيك الصحة والعافية. جواكم جواكم والله. بس ياب لنا ياب حق عبد الله جيمر موجود احنا عرضه على الشاشة. عساكم على القوة حبايبي. بس هذا حدينا برا ينطرنا
يلا عطاك مع القوة. هلا هلا شاكر لك أبو يوسف، عسى ربي يعطيك الصحة والعافية، وأكيد يعني الجماهير يستاهلون، منتخبنا يستاهل هذه التغطية الاستثنائية، والحمد لله على كل حال. إن شاء الله إحنا مستمرين. سهيل شنو حاب تقول؟ يعني أنا في شغلة، يعني يمكن لو ما دخلت إلى إمارينا أف أم أو تي في كمان المارينا تي في، يمكن ما كنت رح أحصل على فرصة نروح على كأس العالم، وكمان لو ما كنت بالمارينا اف ام ومارينا تي في يمكن ما كنت رح أروح واستمتع بمتابعة منتخب الكويت في كأس الخليج اللي بحبها هذه البطولة. فشكري الكبير لمايك مبلتع أو مهند يوسف اللي حط هذه الثقة الكبيرة فيي، وأيضا بشكره على الأجواء الموجودة بمارينا اف ام اللي بتخلينا نشتغل بكل حب وبكل ألفة. وأنا محظوظ جدا بوجود الكابتن محسن معي، وايضا مالك اللي عن جد ما بخلوك تحس انه انت بالشغل بحب، يعني بتحس حالك انه قاعد باسره. واكيد ما رح انسى ليزر يلي دائما على انغامه بصير كل هالعمل، ولطفي حنون وخبره السنون طبعا يستاهل، يستاهل يستاهلون كل ابو يوسف يستاهل قائد بصراحه. واحنا جربنا في كاس العرب وفي كاس العالم امانه قياده، ويعطي لكل صاحب حق حقه ويقدر صراحة العمل، وهو إن شاء الله ما يقصر. أيضا أنت تستاهل كل خير في الرحلتين هذول المتعبين، وأيضا أخوي مالك وتواجده يوميا حتى في الويكند، فكل الشكر لزيزو وميرو والجميع قوم تعاونوا وما ذلوا. والنجاح ما يأتي من فراغ، طالما في تكاتف وفي ألفة بين المجموعة في أي مكان راح ينجح، ثق تماما. صحيح صحيح أبو عبد الله، وأنا أشكركم، أشكر سهيل وأشكر أبو عبد الله لأنكم اثنينكم طبعاً شكرتكم يعني خلتوني صراحة أظهر بشكل أفضل. الجيمر الجيمر هو وأشكر ليزر وأشكر سهيل على الجيمر. شكرا لكل تيم المارينا. عموما احنا وصلنا لختام الفقرات، فقرتنا الختامية يس أور نو. يس أور فقرة الختامية، فقرة يس أور نو، إلى حين يأتي أبو عبد الله بالجيمر، وها هو أبو عبد الله يضع الجيمر على الطاولة. خربان ودايب لكن يعني أشمر. أول سؤال، منتخب الكويت يبشر بالخير سهيل؟ نعم أبو عبد الله. يحتاج عمل بعد، المدرب يبشر بالخير بس يحتاج عمل ويحتاج صلاحية كبيرة. أبو عبد الله لازم يحلل. والله ما اقدر اقول لك يبشر خير عشان نعم او لا، السؤال دائما في غموض. ايه نعم ولا عبد الله ان شاء الله. الكويت افضل رابع فريق في البطوله سهيل؟ نعم ابو عبد الله. لا لا، الاربعه اللي تاهلوا وهم اللي متوقع لهم يتاهلون يستحقون. حسن حمدان من ابرز مكاسب البطوله سهيل؟ بالتاكيد نعم نعم. أبو عبد الله ممتاز، مدافع ممتاز حتى في عملية البناء بناء برافو. يا الربع يا الربع نعم أو لا. روي بنتو قدم بطولة كبيرة سهيل؟ كبيرة لا لا. أبو عبد الله جيدة جيدة يعني مش كبيرة، يعني اثنينكم تقولون لا لا اللي فهمت لا. ما يصير أقول كبيرة يعني. كبيرة بتوصل نهائي مثلا. نعم أبو عبد الله قبل الختام كلمة عن الجيمر، لأنك أنت جبت الجيمر. أشكر أخوي عبد الله من البصرة وأوعده إن شاء الله راح نكون قريبا عنده بإذن الله بإذن الله بإذن الله. سهيل كلمة ختامية. أنا بصراحة استمتعت كثير بالتجربة بالبصرة، وأنا جندي في المارينا، بس المارينا بدها سهيل حويك أنا راح كنت جاهز. شكرا شكرا لك يا سهيل، شكرا لك يا أبو عبد الله، شكرا ليزر، شكرا لأبو غملوش، وشكرا للسادة المشاهدين والمستمعين، ونشوفكم على خير باكر إن شاء الله. من الكويت مارينا FM.